حياكم الله. صلاتي عليك يا وطني وأنا أذرف أعصابي في قلب النهر. ما زالت الأمهات يحملن أعواد البخور ويطاردن خيوط الضوء في أرواحكم التي حفظها الوطن وبللها النهران. هذا الوطن هو مملكة ضوء الطين ونشيج الشيلة التي أتعبها التحديق في تفاصيل هذا الوطن، وبين الدمع وبين الجرح هكذا ناجى محمد الماغوط أباه. أما أنا فأنشد وطني، أناشدك الله يا وطني، دع جميع الحطب والمعلومات عني وتعال لملم حطامي من الشوارع قبل أن يطمرني النسيان أو تبعثرني الرياح. حياكم الله في حديث بغداد.